المخرج تفضل عيفان اقرأ السؤال. كم عمر عيفان الحقيقي ولماذا كذب عيفان على الجمهور بعمر واحد؟ اتوقع اني جاوبت واني بكتب كان كذبت عليك قبل لا اقرا السؤال وعارف اقول لك. يمكن خويك ماخذ بطاقتك وعارف كم عمرك ومستغرب تصرفك. بطاقتي في الدرجيه تبيني اجيب احضرها هنا ونشوف كلام. انا ما عندي مشكله، انت عندك القوه انك تحضرها؟ نعم عندي القوه اني احضرها. انا مواليد 2003 ميلادي، والدي مستشفى العدام بيتكو. وش تتوقع مغزى صاحب السؤال من السؤال؟ كنا منقول لها معلومه غير حقيقيه وما سمعها من ساعه. مش حاب شوف انت ردك في السؤال هذا كان من ثقه، ما شطفت على السؤال ولا توترت منه ولا عصبت. لا لان السؤال لانك متاكد من المعلومه. لا ما في تشكيك. السؤال هذا ما في تشكيك. السؤال هذا ما في حس. ترى السؤال هذا فيه حس. في ايش؟ في حس. طيب تقدر تقول لصاحب السؤال انه يقدر يواجهك يجي؟ اي ما في مشكله تفضل اعطيني مستنداته. بس خاف اطلعها كذاب قدامك. خاف اطلعها. كانت الكروت مع الاعلامي تركي الدوسري ابو سلطان، ولا احد يشكك في نزاهه ابو سلطان. سلطان ما يعرف عيفان، دخلت يجي يوم يقرا اسمي ثاني يبارك لي برا يقول لي الهاجر ايش قلت ايش اسمك؟ لا على الطاري فيه مقدم قال لك